وابلق قش بندق وشخشخلي وحمامتين يعني ملونين وكويسين ما شاء الله، والرحانيه واللعقب وكم دمت يعني كم شبع حماده كده كلهم من فرخك ولا كنت شاري منهم حمام من برا؟ ما انت بشتري حمام خلاص من زمان؟ اللهم صل على النبي. الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم يا جماعه في قناه يحيى عدنان هوايات مصريه. حماده مخاصمكم لفف وشه على الكاميرا باصص قدامه بقاله زمان الزمان ما طلعش معايا ولا عملنا فيديوهات. عموما رجعنا النهارده نعمل فيديوهات ونتفرج الوقت على شابين حلوين حماده عاملهم من فرخه وتعبان فيهم. تحب تقول ايه بقى للناس اللي احنا بقالنا زمان ما شفناهاش؟ وحشتونا يا جدعان. الساعه 3 هنفتح لشابين هنجريهم ونسمع كلمتين حلوين وغايه حماده واحلى من اتنين مساء عليكم. طلعوا يجروا كده. طب والشابات اللي تحت ما فتحتهاش معاهم ليه؟ الله يصومهم. الله ياخدوا مشوارهم وييجوا بفتح لهم كده عبوده. يفتح لهم معاهم يعني. طب بس لما ييجوا فاهم؟ طبعا حمتين دول. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ده فرد مسود فوقه وابلق على ورد وابلق سكروطه وشخشخ احمر وابلق قش بندق وشخشخلي وحمامتين يعني ملونين وكويسين ما شاء الله، والرحانيه واللعقب وكم دمت يعني كم شبع حماده كده كلهم من فرخك ولا كنت شاري منهم حمام من برا؟ ما انت بتشتري حمام خلاص من زمان؟ اللهم صل على النبي. طب بتقول ايه يا حماده؟ فرخك ليه كذا ميزه؟ فرخك من ناحيه ايه بقى؟ لو الزغلول اتضرب منك يعني. شوف لسه بقول لك هنزل جوز تحت عشان ابنهم اتضرب. اتضرب منك مرتين ولابنهم؟ ابنهم اتضرب هي مره. هي مره واحده؟ اه. الزغلول بيتضرب عندي بنزل اهلي. ما تقعدش عندي. هم ماشيه. اه. بدري بدري كده بدري يعني الاخبر ده ان طلعوا جديد باب جديد انا لسه اول مره جه. طب ممكن يا حماده ان انت ممكن تسيبهم زقه وتفضل تبيع منهم زغاليل؟ ما ضرش حد. ما انت ليك سمعه. تمام. انت يحيى بتاخد من الاول زغاليل عارف حمام حماده شكله عامل ازاي. الصلاه على النبي. بس تمام. ما دي سمعه. الله ينور. باب عامه بنقصه. يعني طب مش ممكن تخلفه على باب تاني ممكن يجيب حمام ناصح؟ يعني بتعقد من الباب اساسا بقول له بالسلامه انت وانت. بتقوم شاحنهم على طول. طب هتفرجنا النهارده على الحمامتين دول واحنا بنطيرهم؟ تعالى على النبي افتح دلوقتي الحمامتين من على الرف بتاع افتح الريس. حمامتين طالعين عمت اللهم صل على النبي. شابين وزار محترمين. اللهم صل على النبي. يعني بتاع 15 رايه 17 رايه 2 4 6 8 10 10 15 رايه. يعني مش ممكن يفتح لي كتير بس افتح لي شابين يجرون. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. دي ايه بقى عيسى عشفة الرف؟ دول الحمتين دول كبار ولا الصغيرين؟ الشبابات صمودة يعني. دي الشبابات دي الشبابات ده اكبر من اللي فوق. اكبر من اللي فوق. اللهم صل على النبي. وده ايه يا عيسى؟ ده ذكر؟ لسه والله ما اعرفش. قدام واحدة. قدام واحدة؟ اللهم صل على النبي. بس هو منام رقبته بتبقى فضية كده يا عيسى بيطلع يبقى دماغه انتهي. دماغه انتهي. فبشيلش حمام لما اكون ايه؟ لما اكون زافق. اللهم صل على النبي. ده نوع ايه بقى عيسى؟ مشمشي. ده مشمشي؟ طلع برضو عندك من فرخك ده. كله فرخ ما فيش حاجه. اللهم صل على النبي. طب والمسود؟ لسه برضو ما ظهرش. ده المسود ده ابن المسوده اللي تحت؟ اللهم صل على النبي. كنت رماها بقى على مسود؟ ابوه مسود بس ابوه توكل. ابو توكل. اللهم صل على النبي. هو اللي بقى البطل ده. اللهم صل على النبي. طب والقش الاخضر حماده بيبقى جاي معاه من ورا اعلى ايه؟ هو ايه انا كنت عامل فيديو مصور هو زغلول تحت. مانيش متذكر هو زغلول صغير. عليه صمه. ده عصر على غبره او العكس. عصر على غبره او اغبر على عصره يرموا لك الاشقشه الغبره لون اغبر كده و وده ده عنبران ابن العنبران اللي تحت. اللهم صل على النبي. ده هم كانوا جوز وحمد الله رائع الاثنين طلعوا ذكر. اللهم صل على النبي. العنبران عليهم صمام كلهم. انت بتاخرهم يعني عشان عليهم الصمام؟ بسيبهم يتهموا بس كان فرد كده بحجزهم. بتسيبهم يتهموا. طب وده وش احلى ولا اخو التاني؟ هم الاثنين كويسين. هم الاثنين كويسين. اللهم صل على النبي. والاخبر ده ناصح لك ولا سكته تعبانه؟ كويس لسه كده تعبانه. يحيى بقى بنزله على طول ما يقعدوا ده. اللهم صل على النبي.
بس فرد محترمة حمادة. بس في غبرة مكشوف عن كده. مكشوف اللون كلون. شوف ده هو طيب بيبقى أحلى. آه بس هو متقلب يعني أخضر. هو طيب بيبقى أحلى. احلى حاجه انت بصنا والله انه مؤمن فرخك يا حمد اقسم بالله. اللهم صل على النبي. ما عندناش غير من بره ده شخشخ لي اسود. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. واللبلق الاحمر ده ولا ده على ورد؟ على ورد بس هم قريب للاحمر قوي يعني. مفيش بول حمراء يا اخي والله قليل قوي 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 لما تقابل الاحمر قليل قوي. اه بس يعني دوت ما يتنطقش احمر يا حماده. لا على ورد يا عم. الاحمر جتته شفت الاحمر وصغار جتته كده احمر دم. احمر دم دبلق على ورد. دبلق على ورد. اللهم صل على. طب والاسود ده كان اخو ايه الاسود اللي في الوزار ده؟ ده ابن الغبر. ده ابن الغبر. طلع ابن الغبر يعني رمش اسود ابن غبر. ابن غبر ويطلع ولد ولا طيره؟ لا ما عارف ايه شكلها طيره بقى. شكلها طيره. اللهم صل على النبي. قدامها رصمه رمصمه. اللهم صل على النبي. هتقلب لنا حته بياض يا حتى اللي فيه دي الحسن اللي فيه ده عادي اهو. هو ذكر الحمد لله. ده ذكر. اللهم صل على النبي. ده ذكر عادي. اه لسه رقبته ده تبقى حمراء. لسه رقبته تبقى حمراء. اللهم صل على النبي. حمراء هيك مزوزه رقبه حمراء بس لسه مرمش ديله الفرد ده حمال. لسه هيطول وهي. اللهم صل على النبي. شبابات يا يحيى لسه شبابات يعني صمم. اللهم صل على النبي. حمامتين محترمين يا حبيب ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ده الاول سؤال اللي احنا كنا الاول اللي بعده يا يحيى ده كان الاول اللي بعده. انت عامل فيديو ليهم واحنا بنحصنهم. واحنا بنحصنهم اللقو ده. اللهم صل على النبي. في اللي هو العاده اللي فوق ده هذا اهو حسنه بيضه اخرى. ما بتدورش دول في دول يعني حماده كله في بعضه الوقت. كل الوقت بيدور في بعضه. اللهم صل على النبي. والشيخ شخلي شغالي كده اتنين شخاش له. واحده طلعت نتاين نزلناه. واحده طلعت ترى برضه نزلتها. ومسوده طلعت نتاين نزلناه. ومسوده طلعت كمان نتاين نزلناه. الشخشخ ده داخل الشخشخ ده الشغل. الاسكندران ده عايز ايه؟ الاسكندران داخل الاسكندران اللي فوق. داخل الاسكندران فوق. عندك اهالي تحت؟ اه اهالي تحت. اللهم صل على النبي. اللهم صل على. انا بس حمشه حلوه. انا مخصص انا باذن الله مركز على الحمل الفتره الجايه. مركز على الباب ده. اه ان شاء الله. اللهم صل على النبي. احفاء احفاء على زخنج كذا خنج الشخص الطم. حبيت انت عايز باب الشخص ده قوي جميل. هو طير جميل. اه اللهم صل على النبي. خده يا ده بالنسبه لك برنت بس انا ما بشيش انتايا. لا ممكن يطلع ذكر ده مو كبير ودوت كمان بنسبه 90%. ده ذكر ده ذكر ده ذكر بيجعر وكده. اه يعني ذكر. صل على النبي. الشخص الاسود ذكر. الشخص الاحمر ده الفانتازي شكله شبه الفانتازا فانتازي شخشخ اللي بقى بس هو جاي من تحت شخشله. ابوه احمر وامه صفراء. كان في قصايه في عظمه وهو صغير. كان في قصايه عظمه طار بس مقصوص النهارده عشان اكيد مضايقاه ما بيعرفش ياكل. كله فتره مقصاه والله. وبتطول كده وبتطرطر كده عيسى. اللهم صل على النبي. عشان هتلاقوا هو بياكل. والمسود ده تنين. اخو المسود اللي هنا انا عندي بابانا يحيى مسود. اه مسود كويس ومسود شعبي. ده الشعب ده الشعب. بس السلاله بقى في الناس دماغ حلو. ما انا هنا دي نار. اللهم صل على. والحمام ده حمام ايه؟ دول جايبهم مغربه المفروض يعني يشدوا الحمام. بالحمام هو اللي بيشدهم. آه لا زي عدمهم يعني. ولا نظر معاك ولا ولا وشك استرالي. اوبا بقى حاسب بقى. الله اكبر عليك يا عرض بورده. اللهم صل على النبي. انت بتفتح لهم يطلعوا درون في الحمام اللي هو ده. طب افتح لهم يا حماد خليهم يطلعوا. والحمام اللي فوق اللي انت برضه حاجزه حماد عالي ريش قوي. ها افتح لهم برضه. تعالى مره تعالى. هو بعد ما تاخد مشوره وكده يا يحيى. اه سيبهم يلعبوا وقت معاهم. تقوم سايب على صمم ما تغص على. اه ما تحاولش انت تجهده. انت اللي هتزعل. مين؟ اللهم صل على النبي. دول حمامتنا هم اللي خرج مننا بتاع خمس حمامات ولا حاجه. فلقهم. يجوم. هتلاقوا بقى الدوره حلوه ولسه في حمام تحت برضه على الريش مفتح لنا. اللهم صل على النبي. ايوه حمامتين صغيرين واحلى ما فيهم ان هم من فرخك حماده. الحمام كله كبير مفيش فتح عينيه. تخيل الحمامتين اللي صورتهم منهم اربع حمامات بالعدد.
اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك يا حبيبي. اللهم صل على النبي. هم يوم غامقين هنفتحهم واحده واحده. يا مسهل الحلقه، ربك يسويها.